العقل الباطن بإمكانه أنه يغير شخصيتك بشكل جذري. وحط لي خط تحت الجملة اللي راح أحكي لك إياها هسا. كل إنسان بيقدر يحقق نجاحات جداً كبيرة بمجرد أنه عرف القوة اللي موجودة جوا عقله. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا اللي راح نعرفه بكتابنا اليوم. هذا الكتاب من الكتب المهمة جدا اللي راح يعطيك تمرينات كثير بسيطة ولكنها عملية وفعالة، وبإمكانها انها تحول العقل لأداة جدا فعالة لتحسن حياتك بشكل أفضل. الكاتب جوزيف ميرفي ما حط مبادئ نظرية ومشي أبدا. كل المبادئ اللي تكلم عنها هي مبادئ عملية أثبت الزمن صحتها. انت عارف اغلب الناس ما بتعرف امكانياتها وقدراتها ومهاراتها من الداخل، لهيك الكاتب راح ياخذنا برحله لنقدر نستكشف عقلنا الباطن وكيف انه هذا العقل ممكن يخليك تحقق انجازات جدا هائله في حياتك. بدات اول فيديو في شرح هذا الكتاب لانه جميع الكتب اللي راح تم تنزيلها بعد هذا الكتاب العقل الباطن جزء لا يتجزأ منه. في اي كتاب انت راح تقرا العقل الباطن دائما راح يكون في مضمون. انا مش جاي بس اشرح لك كتاب عشوائي واروح، كل كتاب راح يجي وقته بالمكان المناسب. وحط ببالك انت اللي عم تشوف هذا الفيديو حاليا، انا ما سجلت هذا الفيديو لخليك تسمع كلامي وتطلع، انا جاي اخليك تكون شخص مختلف عن الشخصيه اللي انت متعود عليها. سجل لي هذا الكلام، فكون مستعد لانه انت على وشك انك تبدا بمغامره راح تستمتع فيها طول حياتك. انا عمر ابو الرب، شخص بسيط حابب اوصل لك قيمه ببضعه فيديوهات راح يتم تنزيلها على القناه، فاذا انت من الاشخاص المهتمين في هذا المجال بيسعدني يا برو وبيسعدني يا اختي الانثى انكم تكونوا دائما موجودين معي باشتراككم في القناه. وقبل ما ابدا بدي اياك تستمع تتعلم وتطبق، ووقتها شوف التغيير اللي راح يصير في حياتك. كتاب قوه عقلك الباطن كاتب جوزيف ميرفي رح يبدأ الآن. خليني أسألك سؤال قبل ما أدخل معك بتفاصيل عميقة جدا، هل أنت بالبداية عندك علم بمصطلح العقل الباطن؟ إيش معناته؟ ممكن تحكي لي نعم وممكن تحكي لي لا، ولكن بما أنه نحن عم نشرح كتاب عنوانه العقل الباطن فضروري نعرف هذا المصطلح جدا لحتى نعرف كيف نحن نتحكم بعقلنا الباطن بشكل ممتاز. شوفي يا برو شوفي يا أختي الأنثى، نحن دائما بمر علينا ثلاث مصطلحات: العقل الواعي، العقل اللاواعي، والعقل الباطن. ركز، لأنه إذا أنت عرفت تفرق بين هذول الثلاث مصطلحات فأنا بأكد لك أنه وضعك راح يكون في السليم. خليني أبدأ معك بالعقل الواعي. هو العقل اليقظ، بمعنى أنه هو مسؤول عن كل العمليات اللي أنت بتدركها في الوقت الحاضر. كيف يعني أنت لما تشعر بالجوع العقل الواعي هو المسؤول عن قرار الأكل لما أنت تشعر بالجوع، لما تصنع قرار، لما تخطط، لما تتواصل حتى عن طريق اللغة، وبرضه كمان لما أنت تكون عم تدرك الأسباب وعم تدرك النتائج، حتى كمان لما تتلقى جميع المعلومات عن طريق الحواس الخمس، هذا كله مسؤول عنه العقل الواعي. بينما العقل اللاواعي اللي هو معناه العقل الباطن، وأيضا في مسمى ثالث اللي هو العقل اللا إرادي، كله بيؤدي إلى نفس المعنى. المهم العقل الباطن مهم جدا لأنه بيخزن جميع الذكريات، جميع التجارب، حتى الأفكار السلبية أو الإيجابية من وقت ما كنت صغير إلى الآن، هذا كله بيتم تخزينه في العقل الباطن. يا عمار هل هذا الكلام صحيح؟ نعم، وهذا الكلام حقيقي 100%. انت عارف حتى العقل الباطن مسؤول عن جميع الأفعال اللا إرادية اللي بتعملها بشكل يومي. كيف؟ لما انت تتنفس، لما انت تهضم الأكل، طريقة قيادتك للسيارة، وا وا وا، كله مسؤول عنه العقل الباطن. طيب احكي لك شغلة، احكي لي حلوة. بحكي لك انت كم مره قابلت ناس ونسيت اسمائهم ما قدرت انك تتذكرهم في هاي اللحظه؟ تحكي لي والله كثير جدا. بحكي لك طيب ما بتلاحظ انه انت لما تكون مشغول في شغله ما لها علاقه بالشخص هذاك اللي نسيت اسمه تتذكره فجاه وكانه في شخص حكى لك اسمه؟ تحكي لي والله صح. طيب كيف؟ كمان شوي راح احكي لك. او حتى كمان لما يكون عندك موعد على ساعه معينه بتنام وإذ فجأة بتلاقي نفسك صحيت قبل الموعد من تلقاء نفسك وكأنه في شخص هو اللي صحاك فعليا. احكي لي والله صح. طيب كيف؟ راح احكي لك، استنى جايك في الكلام. شايف كل الأشياء اللي حكيت لك عنها العقل الباطن مسؤول عنها؟ طب انت بتعرف كمان انه العقل الواعي بيفكر فقط في سبع معلومات زائد او ناقص معلومتين في الثانية الواحدة بس؟ احكي لي لا، بحكي لك خذ المعلومة اللي اقوى منها. العقل الباطن بيفكر ب 2 مليون عملية في الثانية الواحدة فقط. انت متخيل؟ واو، انت مش متخيل قديش اهمية برمجة العقل الباطن في حياتك وقديش انها مسؤولة في تغيير جزء كبير في حياتك. يوميا بصير تغيير اذا انت برمجت عقلك الباطن صح. طيب تعال احكي لك نسبة ممكن تصدمك اكثر. انت بتعرف انه العقل الباطن مسؤول بنسبة 95% من تصرفاتك اليومية ونسبة 5% فقط مسؤول عنها عقلنا الواعي؟ جد بتحكي يا عمار؟ بحكي لك نعم هذا الكلام صحيح. لهيك بحكي لك انه العقل الباطن بيملك قوة رهيبة جدا اذا انت قدرت تتحكم فيها مظبوط، فبأكد لك انه حياتك راح تتغير
تتغير الأفضل، راح تحقق نجاح، راح تحقق سعادة، راح تحقق ثروة، راح تحقق راحة بالك حتى، وكله بشو؟ فقط إنك تقدر تتحكم في عقلك الباطن. طيب تعال أحكي لك مثال بسيط ممكن يسهل عليك الموضوع أكثر. تخيل معي إنه في جبل جليدي بيطفو فوق المي، تمام؟ تحكي لي تمام. شايف أنت الجزء الواضح من الجبل الجليدي والظاهر إلك من برا؟ تحكي لي شايف. بحكي لك هو العقل الواعي. أما اللي ما بتقدر تشوفه والمغمور تحت المي، هذا هو العقل الباطن. هذا هو العقل اللي بيملك كمية جليد جدا كبيرة تحت المي، بس للأسف أنت مش قادر تشوفه. وركز في هاي المعلومة، العقل الواعي بما إنه هلقد صغير، العقل الباطن جدا كبير زي حجم الكرة. ولكن خذ هاي المعلومة اللي لازم تعرفها، إنه هذا الصغير اللي مش عاجبه هو اللي بيبرمج هذا الكبير. فيعني الموضوع مهم أكثر مما أنت بتتصور. طبعا أنا ما دخلت بعدني في أي إشي إله علاقة في الكتاب، هذا فقط مقدمة بسيطة حتى تعرف الفرق بين عقلك الباطن وعقلك الواعي. لسه جايتك أشياء أدسم بالطريق، فكون مصحصح معي تمام؟ احكي لي تمام. هل تعلم يا برو؟ هل تعلم يا أخت الأنثى إنه كل يوم أنت بتبرمج التليفون اللي ماسكه؟ يعني ما رجع قاعد بتحكي، وهم في ناس برمجوه وطوروه خلص الموضوع. راح أحكي لك غلطان يا صديقي. إذا أنت ما كنت بتعرف إنه كل تليفون في العالم فيه تصحيح تلقائي لبعض الكلمات اللي أنت بتكتبها. يعني على سبيل المثال أنت بتكتب كلمة كيف، مباشرة بيكمل لك إياها وبكتب لك حالك. ولكن هذا الكلام كيف بيصير؟ بكل بساطة أنت برمجته على عدة كلمات، ولكن من خلال تكرارها عدة مرات. مباشرة أول ما تكتب كم حرف مباشرة بيعطيك الباقي. نفس الإشي العقل الباطن تماما. إذا ضليت تبرمجه على عادات سلبية وكل يوم بتبرمج إشي سلبي، صعب أو مش صعب، مستحيل جدا إنك تأخذ أي نتائج إيجابية في حياتك. شوف، بديك أنت هيك كشخص تتخيل معي إنه عقلك الباطن كأرض وتربة بتزرع فيها إيش ما بدك، مو مهم سواء كانت صالحة أو طالحة، اللي بدك إياه. فعلى سبيل المثال يعني إنك أنت زرعت أشواك، هل تتوقع إنك تحصد عنب مثلا؟ يعني طبعا لا. طيب لو تعمقنا في الموضوع أكثر، لو أنت زرعت فكرة سلبية في عقلك، هل تتوقع في النهاية تحصل على إشي إيجابي؟ أنا ما راح أحكي لك لا، ولكن انت اكيد بتعرف ان الجواب اكيد لا. انت عارف اذا بدك عقلك الباطن يمشيك في حياتك حرفيا راح تتدمر، لانه عقلك الباطن ما بيميز الفكره اللي انت بتعطيها. اعطيته فكره سلبيه راح يتصرف على اساسها، اعطيته فكره ايجابيه برضه راح يتصرف على اساسها. لهيك من المهم جدا انك تعرف ايش هي الافكار اللي انت عم تدخلها لعقلك الباطن. مهم جدا انك تعرف مع مين عم تحكي كل يوم، مين الشخص اللي بتشاركه الافكار، مين الشخص اللي بتاخذ منه الافكار. مهم جدا تعرف إيش عم تقرأ حتى كل يوم. والإشي المهم بالنسبة إلي، ضروري جدا تعرف مين بتتابع على السوشيال ميديا كل يوم، وهذا الموضوع مهم لازم أحكي عنه بصراحة. كم من أشخاص تافهة فعليا، اعذروني على هاي الكلمة بس لازم أحكيها، كم ناس تافهة محتوى لا يليق أبدا إنه يظهر على شاشة التليفون اللي أنت عم تمسكه يوميا. كثار صح، ممكن أنت تكون ضدي في هذا الكلام وتحكي لي لا يا عمر هذا الشخص جدا محترم وكثير بحبه، بس هذا موضوع آخر. أنا عم بحكي لك برمجية إيش أنت عم تدخل أفكار لعقلك الباطن. خليني احكي لك المعلومه اللي لازم اوصل لك اياها حرفيا، كنت حابب احكيها على حسابي في التيك توك ولكن هسه اجى وقتها حرفيا. انه كل ما تابعت ناس تافهه فعليا، ما في اي معلومات في محتواهم، ما في افكار، كله هبل وضحك ومسخره، راح تصير انت بشكل لا واعي تتصرف وفق هاي الافكار، حتى راح تصير تحكي بطريقه مشابهه لهم تماما. ولكن راح تحكي لي كيف؟ راح احكي لك يعني اذا انت يوم من الايام وقفت مع ناس متحدثه عم يحكوا افكار، عم يحكوا خطط، عم يحكوا اهداف مستقبليه، انت للأسف ما راح تقدر تندمج معها، لأن الأفكار اللي راح تكون في بالك هي نفس الأفكار البسيطة اللي كانت موجودة في هدول الأشخاص اللي أنت بتحبهم. فرجائي الحار جداً إنك تعرف مين بتتابع. نحن في زمن كله سوشيال ميديا، كل شخص بيمسك تليفونه 4 و5 ولحد 12 ساعة يوميا، فأنت متخيل كمية الناس اللي بتطلع لك، كمية الناس اللي أنت بتشوفها. اعرف مين بتتابع. والحلو جدا في خوارزميات السوشيال ميديا حاليا إنه إذا أنت شفت نوع معين من المحتويات وشاهدته لمدة طويلة، خوارزمية هاي المواقع راح تطلع لك نفس هاي المحتويات. فإذا أنت عم تشوف ناس جدا تافهين، فبحب أحكي لك إنه أنت اللي برمجت هاي الخوارزمية، اعرف مين بتتابع. فلو نرجع حاليا لناحية الأفكار، فأنت على سبيل المثال لو ضليتك تزرع سعادة، ضليتك تزرع أفكار وأشياء إيجابية، وضروري جدا يكون عقلك الواعي متقبل لهاي الأفكار ومقتنع فيها. وحط لي خط عريض تحت كلمة متقبلها، وإنه نضل نستمر نزرع هاي الأفكار الإيجابية على أرض عقلنا الباطن. ولكن بالآخر شو؟ بالآخر راح تحصل على محصول ممتاز جدا، وهاي هي الفكرة. لأنه مثل ما حكيت لك، عقلنا الواعي على قد ما هو صغير هو اللي بيبرمج هذا الكبير. فعلى سبيل المثال
مثال بيجي عقلك الواعي بيحكي لك أنا رح أوصل لأهدافي، بيحكي له عقلك الباطن تمام ماشي، أنا شخص بخاف بيحكي له ماشي. حتى مشكلة لحد الآن بعدها عم تصير، إنه أنا شخص بخاف أوقف قدام الكاميرا، بخاف أوقف هاي الوقفة وأصير أحكي معكم حاليا. ومو بس فقط الكاميرا، حتى مجموعة من الناس بتخاف إنهم يحكوا معها. فتخيل يعني إنه أنت واقف قدام كاميرا وبتحكي أنا بخاف أوقف قدام كاميرا، أنا بخاف أحكي قدام الكاميرا، بتوتر كثير لما أشوف الكاميرا قدامي. فالعقل الباطن بيرد عليك وبيحكي لك هاي وجهي إذا خليتك توقف قدام الكاميرا مرة ثانية، شوف ما تروح تشتكي للعالم وتصير تحكي أنا ليش بخاف وليش بتوتر وليش وليش. لا، لوم نفسك لأنه أنت اللي برمجته هيك، أنت اللي ضليت تأخذ هاي الجملة وتكررها باستمرار. لأنه مثل ما حكيت لك، العقل الباطن ما بيميز أبدا بين فكرة سلبية وفكرة إيجابية، كله بيشتغل على أساسه. لهيك أول خطوة لازم أنت تأخذها هي وعيك للأفكار والكلمات والجمل اللي بتحكيها بشكل يومي. يعني أنا بتوتر من شغلة معينة، ما في، بخاف إني أوقف قدام الكاميرا أو أحكي مع الناس، ما في، ركز ركز هون، ما راح أقدر أوصل لأهدافي، ما في، تمام؟ تحكي لي تمام. تعرف شغلة؟ في قصة ذكرها الكاتب عن هذا الموضوع وقلت لازم أحكي لك إياها. بيحكي لك في يوم من الأيام أصيب مغني أوبرا بحالة من الرعب والخوف إنه يوقف أمام الجمهور بإحدى الحفلات، فصاحبه الشلل في أحباله الصوتية من شدة الخوف، حكى بنفسه إنه لا، الجمهور رح يسخر مني، أنا ما رح أقدر أغني اليوم. ولكنه فجأة مالك نفسه وقرر يسيطر على عقله، فردد وحكى إنه نفسي الضعيفة بتحاول تهزم نفسي القوية. استجاب عقله الباطن وأطلق سراح القوة اللي بداخله، واختفى الخوف تماما وقدر يغني بطريقة جدا ممتازة. خليني أحكي لك كمان قصة صارت مع الكاتب بتلم جميع الأفكار اللي نحن حكيناها. بيحكي لك في يوم من الأيام الكاتب تلقى رسالة من سيدة ومختصرها كالآتي، بتحكي لك أنا في 75 من عمري، أرملة عايشة لوحدي في البيت، حياتي ما فيها سعادة، ما فيها أمل، روتين ممل. ثم تذكرت فجأة محاضرة من محاضراتك عن قوة العقل الباطن، لأنه أنت حكيت في محاضراتك إنه الأفكار بتنطبع في عقلك الباطن من خلال تكرارها وتقبلها من العقل الواعي والإيمان فيها تماما. وسألت نفسي وقتها وقلت هل هذا الكلام صحيح مثل ما أنتوا عم تسألوا هذا السؤال؟ فقلت خليني أجرب، يعني أنا ما راح أخسر إشي إذا عملت هاي الشغلة. وبدأت أردد عدة عبارات يوميا لمدة أسبوعين، أنا مرغوبة، أنا سعيدة، أنا متزوج من رجل كريم وإلى آخره. بعد ما تجاوزت الأسبوعين فقط، كانت في يوم من الأيام في أحد الصيدليات وتعرفت على صيدلاني متقاعد، ولحسن الحظ لقته أنه متدين وكريم، وخلال فترة بسيطة جدا طلب يدها للزواج، وحكت له أنه نحن الآن بنقضي شهر العسل في أوروبا. وكتبت له بآخر الرسالة من تحت، أنا بعرف أنه اللي خلانا نجتمع مع بعض هو عقلنا الباطن. كل شخص منكم رح يحصل على استجابة أو ردة فعل من عقلكم الباطن في وقت معين، ولكن السؤال متى هذا الوقت؟ أيوة متى؟ آه أوكي أنت ما بتقدر تحكي لي صح. أوكي رح أحكي لك أنه رح تحصل عليها وفق طبيعة الفكرة اللي أنت بتحطها في عقلك الواعي، يعني بطريقة أفضل رح يتقبل عقلكم الباطن الأفكار اللي بيتقبلها وبيؤمن فيها العقل الواعي. تمام؟ بتحكي لي تمام. يعني أنا فكرت بالخير رح يتدفق الخير، أنا فكرت بالشر رح يتدفق الشر. لهيك لو اختبرتك وسألتك سؤال، كم مرة بتتنرفز وبتتضايق من شخص معين سواء باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر؟ ممكن تتفاوت الإجابات. أو حتى بتكون واقف مع شخص معين وبتحكي له اسمع شايف هذاك الشخص، هذاك مستفز جدا جدا. لا، هذاك الشخص مش مستفز أبدا، ما حدا يحكي لي هذا الشخص بيعصبني وبيضايقني وبينرفزني. لا، هو ما بيستفزك، ما بيعصبك، أنت تعلمت كيف تعصب، أنت اللي برمجت عقلك كيف يعصب ومتى يعصب وإيش هي المواقف اللي بتخليك تعصب. جماعة الموضوع جدا جدا مهم لدرجة أن المواضيع البسيطة رح تعمل فارق كبير في حياتك. ابتداء من هاي اللحظة بديك تراقب كل كلمة أنت عم تحكيها، بديك تنتبه لكل كلمة حتى لو كانت كلمة بسيطة وتافهة. ما تحكي أنا راح أفشل بتحقيق الهدف أو أنا شخص راح أفقد وظيفتي. عقلك الباطن ما عنده مزح، مباشرة بيأخذ الفكرة اللي أنت دخلتها هون وبيصير يشتغل على أساسها. أنت عارف شغلة؟ العقل الباطن بيملك حقيقة خادعة جدا، إنه بيتعامل مع أفكار الخير أو الشر، صالح ولا طالح، سلبي أو إيجابي، بمساواة تامة. وهذا الحكي لما يتطبق بطريقة سلبية رح يكون وراه فشل ورا فشل، وغير هيك إحباط جدا قوي رح يكون في حياتك. لهيك برضو ما تحكي عن شخص إنه هذا الشخص حظه كويس وممتاز. طبعا رح يكون حظه ممتاز لأنه هو بيخطط لأهدافه، بيفشل وبيرجع يوقف، بيفشل وبيرجع يوقف مرة ثانية. والأهم من كل هذا إنه هو مبرمج عقله إنه أنا عارف إنه رح أفشل ورح أتعدى هذا الفشل. هاي هي الجزئية المهمة، أنا عارف إنه رح أوصل لأهدافي، لهيك أنا مكمل ومستمر. إذا الشخص مش عارف إنه هو رح يوصل بنصف المطاف رح يوقف.
وبعدين بيجي بيحكي لك انه هذا الشخص حظه كويس. طبعا حظه كويس لانه هو بيعمل جميع الاشياء اللي انت مش قادر تعملها. في حظ، انا عارف انه الحظ له نسبه بس ما بتتعدى نسبه بسيطه جدا. حسب ما حكت جامعه هارفارد انه نسبه الحظ والصدفه ما بتتعدى 5% فقط. وركز معي هون لانه في اشي عميق جدا راح احكي لك اياه، مهم جدا تعرف انه العقل الباطن بيعطيك المعلومات اللي انت برمجته فيها وقدمت له اياها، وهذا اتفقنا عليه، ولكن المشكله لو ما نعمل فيه تغيير في كل فتره وفتره راح يعطيك تلقائياتك. كيف هذا الكلام؟ انا راح احكي لك. لو تلقائياتك سلبيه راح يعطيك سلبيه، لو تلقائياتك احباط وتعاسه راح يعطيك اياهم. لهيك نحن واجبنا نضل نحسن من عقلنا الواعي، نحسن انفسنا يوم بعد يوم، نقوي انفسنا، نضل نقرأ ونتعلم، نعرف مين نتابع، نحضر فيديوهات عمار أبو الرب مثلا على سبيل المثال. فلما نحن نبرمج العقل الواعي صح بنقدر نبرمج العقل المهم جدا وهو العقل الباطن. شوف يا برو، شوف يا أختي الأنثى، لحتى أثبت لكم أنه العقل الباطن قادر على صنع المعجزات، خليني أذكر لكم قصة الجراح الإسكتلندي جيمس إيزد. أجرى 400 عملية للأذن والعين والحنجرة وبتر أعضاء وإزالة أورام سرطانية وإلى آخره. المهم في هاي الجزئية أنه في هذاك الوقت ما كان مكتشف طرق التخدير الحديثة اللي نحن بنشوفها حاليا بأيامنا هاي. بالرغم من هذا الإشي كان معدل الوفيات ضئيل جدا جدا جدا، يدوم ما بتعدى 3%. إذن كيف كانوا يعملوا هاي العمليات زمان؟ بالتخدير الذهني فقط. ركز، كان يحكي لمرضاه انه العمليه راح تنجح بدون اي اثار جانبيه او حتى تنصابوا باي عدوى. خلاص كان دائما يحفزهم بجميع الافكار الايجابيه انه كل إشي راح يكون تمام. من خلال هذا الإشي اللي عمله استجابت عقولهم الباطنه وبلشت تشتغل لحتى تحارب هاي العدوى اللي عم تهدد حياتهم. شوف مثل ما حكيت لك بدي اياك تكون دائما متذكرها، عقلك الباطن بحاله عمل دائم ليل نهار، بتلاقيه عم يشتغل سواء اصدرت له اوامر او حتى ما أصدرت. انت عارف حتى هاي الشغلة بالذات راح تنقلنا لشغلة اهم منها، وهي اي شغلة انت بتتحكم فيها راح تتحكم فيك. اي شغلة انت بتقاومها راح تقاومك فعليا. انا ما راح اكل حلويات او سكريات، راح تلاقي الحلويات والسكريات دايما بوجهها، لانه انت حطيت الفكرة بالسكريات، فبمجرد ما شفت سكريات قدامك راح تنجذب لها مباشرة وتنجبر تاكل مرة ثانية. ولكن ليش ما نغير نحن الفكرة ونعكسها؟ انا بدي اصير اوكل خضروات، اصير اوكل اكل صحي. جماعة تغيير فكرة بسيطة ممكن يعمل فارق جدا كبير في حياتك. مو بس ندخل اي فكرة بعقلنا وخلاص، ضروري جدا تكون مآمن بهاي الفكرة، لانه لو مش مآمن بهاي الفكرة ما راح تقدر تتحقق بكل بساطة. تخيل انك انت زرعت نوع معين من البذور، فبالمستقبل راح تحصل على نفس النوع اللي انت زرعته، صح ولا لا؟ ولكن ثقتك وايمانك بقوانين النمو والزراعة راح تكون بتعرف انها راح تنمو من نفس النوع اللي انت زرعته بالبداية. فسواء كان الاشي اللي انت عم تؤمن فيه حقيقي او مش حقيقي، بالنهاية راح تحصل على النتائج، لانه عقلك الواعي تقبل الفكرة، استجاب الفكرة، امن برضه بالفكرة. وبعد هذا كله اترك الشغل لعقلك الباطن. إذا حاولت يا أختي الأنثى أو حاولت يا برو إنك تجبر عقلك الباطن على إنه يعمل شغلة معينة أنت بدك إياها، فرح تفشل تماما. خلص يعني إجبار الموضوع لازم يصير. والله العظيم وركز بهذا الكلام جدا، إذا بدك عقلك الباطن يمشيك مثل ما حكيت لك قبل راح تدمر فعليا، راح تبتعد عن الهدف اللي بدك إياه بدل ما يقترب، لأنه أبدا العقل الباطن ما بيستجيب لأي إشي بطريقة الإجبار. قديش أنت كنت دارس الامتحان مظبوط وحافظ المعلومات عن ظهر قلب، ولكن لما تمسك ورقة الامتحان ولا كأنك دارس إشي، كأنك يا أبو زيد ما غزيت. وقتها بتبلش تعض سنانك وتعض القلم وتحاول إنك تسترجع المعلومات بكل قوتك، ولكن خذ هاي المعلومة، كل ما بتحاول تشد على حالك أكثر كل ما كان صعب أكثر إنك تسترجع هاي المعلومة. ولكن تعال بعد ما تطلع من قاعة الامتحان وبيبلش يقل عندك الضغط الذهني، واو، تنساب إليك كل المعلومات اللي أنت كنت بدك إياها. فالخطأ اللي أنت ارتكبته إنك أنت أجبرت عقلك الباطن على إنه يتذكر، والإشي اللي صار معك عكس الإشي اللي أنت بدك إياه. فلما يرتاح عقلك ويقل الضغط عليه ترجع المعلومات لذهنك بكل سهولة، وهذا بالضبط الإشي اللي حكيت لك إياه من البداية. لما تشوف شخص وأنت عارفه ولكن للحظة نسيت اسمه، تبدأ تشد على حالك إيش اسمه، أتذكر بس
بس للحظة، بس للأسف ما بتتذكر. لحظة ثانية أتذكر، برضو مش بتذكر. ولكن هيك بعد مدة بسيطة وبعد ما يخف الضغط عليك تتذكر اسمه بسهولة وكأنه في شخص حكى لك إياه. حتى الكاتب ذكر لك قصة جميلة جدا للآن بتصير في أيامنا هاي. بيحكي لك في يوم من الأيام تعطل الفرن الكهربائي في أحد المنازل، فراح صاحب البيت مثل ما أي شخص بيعمل يجيب عامل صيانة لحتى يصلح هذا الفرن. فعلا إجا العامل، خلال نصف ساعة رجع الفرن مثل أول وأحسن. الله يعطيك ألف عافية، كم بكلف هيك الموضوع؟ أعطاه هيك الفاتورة وحكى له $100. 200 إيش؟ طبعا هو ما حكى له هيك، بس أنا عم ببث لكم هذا الموضوع. حكى له أنت صلحت الفرن بسرعة كبيرة، كيف إلك الجرأة أصلا إنك تطلب هيك مبلغ؟ الموضوع أصلا كان بسيط وما أخذ منك أي جهد، كل اللي عملته وقتها إنك أنت فقط بدلت القطعة اللي ما بيتعدى سعرها $5. رد عليه العامل وهو بحالة عدم مبالاة تماما، لا القطعة اللي أنا ركبتها بتسوى $1 فقط، هذا اللي أنا دفعته. وقتها صاح صاحب البيت بوجهه وحكى له إيش دولار؟ فاتورتي أنا $100 عم بحكي لك، شوف الله يرضى عليك الفاتورة اللي يكون فيه صفر بالغلط. فرد عليه بلا مبالاة وحكى له لا الفاتورة مزبوطة $100، دولار واحد مقابل القطعة، أما الباقي فهي مقابل معرفتي بسبب العطل ومعرفة كيفية إصلاحها. الكلام هذا مرعب ومهم حرفيا. عقلك الباطن هو زي عامل الصيانة تماما، ذكي جدا، قادر أنه يعطيك طرق ووسائل لحل كثير مشاكل في حياتك بتضل تخزن فيه تخزن فيه لحتى يصبح حرفيا زي عامل الصيانة، ماهر جدا، بيساعدك على حل كثير أشياء أنت بدك إياها. كلنا بنعرف بدون استثناء إنه الخوف جدا مهم في حياتنا، لأنه حرفيا لو نحن ما بنخاف كانت حياتنا من زمان صارت في خطر. يعني تخيل أنت ما بتخاف ورحت طلعت على جسر ونطيت منه، أنا ما بخاف، حلو أنت ما بتخاف، ولكن كسرك لحاجز الخوف هذا خلاك تموت، صح ولا لا؟ إذن الخوف مهم وهذا خوف طبيعي. إذا في خوف طبيعي وخوف مش طبيعي، زي الخوف من التحدث أمام الجمهور أو الوقوف أمام الكاميرا أو الحكي قدام مجموعة من الناس، هذا خوف مش طبيعي، هذا الخوف أنت اللي برمجته جواتك. حتى قيل إنه الخوف هو العدو الأعظم عند الإنسان، لهذا السبب نحن بنفشل وبصير عندنا خلل بكثير من العلاقات الإنسانية. ولكن الفكرة الحقيقية اللي لازم تعرفها إنه الخوف ما هو إلا فكرة في عقلك، وهذا الكلام بيعني إنه أنت شخص بتخاف من أفكارك، هاي الحقيقة. على سبيل المثال الطفل الصغير بيمسك كل خوف لما كنا نعمل معه مقلب لما نتصل على الشرطة وتيجي تاخده، ذاكرين هذا الكلام؟ ولكن لما نرجع نحكي له لا احنا بنمزح معك ما في اي شرطة في الموضوع، يتحرر مباشرة من الخوف. الخوف في عقل الطفل كان فعلا حقيقي وكأنه الشرطة راح تيجي تاخده حرفيا، ولكن الاشي اللي خاف منه ما كان له اي وجود ابدا. فخذ الجملة المهمة جدا انه اغلب المخاوف اللي بتصير معنا ما إلها أي وجود أبداً، مش حقيقية. بيحكي لك الفيلسوف وارف والدو أميرسون، بدك تكسر حاجز الخوف لشغلة معينة؟ الحل بسيط، اعمل الشغلة اللي أنت بتخاف منها وهيك بكل بساطة رح ينكسر حاجز الخوف. بتخاف تحكي قدام الكاميرا؟ روح أوقف وإحكي قدامها. بتخاف تحكي قدام الجمهور؟ أول ما تيجيك الفرصة مباشر روح وإحكي. وهذا الإشي كان من زمان نفسي أعمل، لهيك صار معي موقف قبل سنة بالضبط وأنا موجود في الجامعة. الدكتور طلب من جميع الطلاب اللي موجودين جوا القاعة انه يطلع حدا يحكي قدامهم اي اشي، فانا استغربت من الموضوع انه ما في اي شخص طلب انه يطلع. طلعت مباشرة استغليت الفرصة وحكيت لهم قصة، على ما اذكر كانوا عدد الطلاب 120-130 طالب. بتخاف بتخاف بتخاف، اعمل 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 فيها، مو مثل ما شفت ترند قبل فترة ظهر اللي عنده خجل من الناس يروح يمد حاله ويقعد على ارضية الشارع، هذا مش كسر حاجز الخوف، هذا هبل بصراحة. يعني انا مش فاهم شو الحركة فادتك غير بهدل لنفسك، يعني والله ابداع، ابدعت الصراحة. انت عارف 90% من المخاوف اللي بتصير معك هي أوهام فقط، واللي صنع هاي الأوهام للأسف هو أنت. ولما تكتشف السبب اللي بوقف ورا مخاوفك رح تكتشف إنه الخوف ما هو إلا وهم، وهم أنت عايشه لا أكثر ولا أقل. لهيك ضلك مارس الإشي اللي بتخاف منه حتى تتخلص منه تماما. والله ذاكر حالي قبل 7 سنين من الآن أول مرة بصور فيها فيديو على اليوتيوب، المهم في هذاك الوقت والله العظيم كلمة واحدة فقط ما قدرت إني أحكي، 3 كلمات فقط بدي أرددهم ورا بعض، كنت أتأتئ وما أعرف أحكيهم أبدا. ولهيك ضليتني أعيد وأعيد وأعيد، وبالآخر فيديو تصويري 4 دقايق كان يأخذ مني 2 ساعة بدل ما يأخذ بالأساس 1/4 ساعة. الممارسة إلها دور كبير جدا، أنا بعرف هذا الكلام، وقناعتك بأنه أنت رح تصير تتكلم بشكل أفضل بالمستقبل هذا هو الدور الأهم. أنت عارف حتى في موضوع النكد والزعل والمشاعر السلبية اللي بتصير معك، العقل الباطن له جزء كبير جدا في هذا الموضوع. بس لو تسمح لي خليني أحكي لك شوية عن هذا الموضوع ونختم هذا الفيديو. إذا أنت في يوم من الأيام افتقدت شخص كنت تحبه جدا، أنا
عارف انك راح تزعل عليه بدرجة جدا كبيرة، كنا عارفين هذا الكلام، ولكن بدي اياك تعرف انه الحزن اللي سيطر عليك في هاي اللحظة مو بس لانك انت فقدت هذا الشخص، في نسبة بسيطة صحيح انا معك في هذا الكلام، ولكن النسبة الاكبر هي كمية مشاعر جدا كبيرة موجودة من قبل في عقلك الباطن، وللأسف هذا الموقف اللي صار معك خلاها تطلع من عقلك الباطن. والله العظيم انه هذا الموضوع مهم جدا جدا، لانه مين ما كان عم يحضر هذا الفيديو حاليا رح يجي يوم من الايام ورح يأثر عليك. لحد هاي اللحظة انا بأكد لكم ان المواضيع المهمة في هذا الكتاب انتهت، لهي خليني ألم لك الكتاب بشكل سريع جدا واذكرك بالنقاط المهمة، ولو انت تجنبت كل اللي موجود في هذا الفيديو وركزت معي هون انا رح اكون جدا مبسوط. بدي اياك تعرف انه العقل الباطني بيتكون من جميع الافكار اللي خزنتها من خلال الحواس الخمس، من وانت وصغير جميع المواقف جميع الذكريات تم تخزينها في العقل الباطني، وهذا الكلام مهم. والعقل الباطن مشان يحصل على هاي المعلومات لازم شغلة واحدة بس لحتى يعطيه معلومات ويبدأ يشتغل على أساسها، والشغلة هي عقلك الواعي، one to one، تي 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 مثل ما رحتي مثل ما جيتي. حتى يكون عقلك الباطن قادر على حل أي مشكلة لابد أنه يكون عقلك الواعي عنده إيمان بهاي الشغلة، عنده ثقة تامة ومتقبل لهاي الفكرة تماما، متقبل فكرة أنه أنا راح أكون قادر على حل هاي المشكلة، وأي إشي أنت بتمارسه سواء كان سلبي أم إيجابي حولتها إلى عادة وصرت تعمل هذا الإشي بشكل لا إرادي منك، اعرف إنه هاي العادة تم تخزينها في عقلك الباطن، وحط ببالك إنك أنت رح تفشل دائما إنك تحصل على نتائج بمجرد إنك قلت أنا ما رح أقدر أحل مشكلتي، طبعا ما رح تلاقي أي نتيجة، بما إنك أنت عم تستخدم هيك مصطلحات عم تستخدم هيك عبارات بعمرك ما رح توصل لأي نتيجة، حتى مجرد ردة فعل من عقلك الباطن ما رح يكون تماما، رح تصير وقتها زي الجندي تماما واقف بمكانه لا عارف تقدم لقدام أو ترجع لورا. لهم بيكون نهاية كتابنا الجميل جدا، وأكون معكم صريح استمتعت جدا وانا عم بحكي معكم في شرح هاي الافكار، لهيك بقدر احكي لكم وانا مطمئن كتاب قوة عقلك الباطن انتهى. بتمنى انكم استفدتوا وبتمنى اني اشوف التغيير للافضل بعد كل فيديو انتم عم تحضروه. اذا حابب تقرا الكتاب مره ثانيه اقراه مو غلط، ولكن اذا انت مش من هواة القراءه وبتحب فقط الاستماع فاتوقع انت بالمكان الصحيح. اذا بعدك مو مشترك بالقناه اشترك لحتى نكبر مع بعض، حط لايك لهذا الفيديو حتى يوصل لاكبر عدد ممكن، واذا بتعرف اي شخص ممكن يستفيد من هذا الفيديو ابعث لي اياه وبكون شاكر جدا لك. اكتبوا لي تحت بالتعليقات كتب حابين اشرح لكم اياها، لانه صدقني الفائده راح تضلها موجوده في القناه. خلونا نكمل مع بعض، خلونا ندعس مع بعض بالطريق الصحيح، وتذكروا دائما الكلمات تبقى كلمات حتى تتبناها انت فتتحول الى تصرفات وافعال. كان معكم عمار ابو الرب، والله يوفقكم. شوف يا برو، شوف يا أخت الأنثى، كلنا بنقدر نحط فكرة وبيساعدنا فيها العقل الباطن، ولكن بيكمن السؤال إيش هي الفكرة؟ هل هي صالحة أم طالحة؟ غير أفكارك كي تغير مصيرك.